ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة معجنات سهلة وسريعة، شكلها حلو ممتازة. بصوا المنظر، حاجة كده بتتكلم عن نفسها. بصوا حاجة كده منتهى الجمال، هتعمليها مش هتبطليها. تنفع بقى للولاد كده في الفطار، تنفع جنب كوباية شاي، حلوة قوي ولذيذة. بصوا شايفين حاجة كده فاخر من الاخر. مش يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الحلويات دي عملناها مع بعض ازاي؟ بصوا زي ما انتوا شايفين عندي كوبايتين ونص من الدقيق، نخلتهم، هضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنا معلقة السكر كانت هرمية، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية يعني باكو من الخميرة الفورية. هضيف كمان ربع كوباية من الزيت، اي نوع زيت عندك، وهضيف كمان معلقة كبيرة مليانة من الخل. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. هنا عندي مية دافية للخميرة، طبعا طالما هنعجن هيبقى هنستخدم مية دافية، ممكن تستخدمي هنا حليب دافي. دي كوباية، هنزل تدريجي بكمية المية. ليه بقى؟ لان كل نوع دقيق بيختلف، في دقيق بيمتص السوائل ودي لا، والكوباية اللي انت بتعاير بيها غير الكوباية اللي انا بعاير بيها، فممكن انت تحتاجي سوائل انا ما احتاجش، ممكن ايه انا محتاجش انتي تحتاجي، فعشان كده بحب انزل بالميه تدريجي. طيب نزلتي بالميه مره واحده ولقيتي الدنيا سايله معاكي ومش عارفه تلمي، يبقى شويه دقيق وتلمي الدنيا. لقيتي الدنيا عندك مثلا ناشفه كده زي كده بالظبط ومش عايزه تلم معاكي، يبقى لسه محتاجه ميه. ببدأ بقى ان انا الم كده العجينه واشوف هحتاج ميه تاني ولا لا. زي ما انتوا شايفين لميت العجينه، اخدت معايا كوبايه الا معلقه، شايفين؟ طبعا زي ما اتفقنا على الحاجات اللي قلنا عليها، ممكن حجم الكوبايه اللي انت معايره بيها يختلف، ممكن الدقيق بيمتص السوائل فعادي خالص، ممكن تاخد منك ميه اقل، مفيش اي مشاكل. هسيبها بقى دلوقتي تخمر، بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا عندي بقى خمرت بالشكل ده، ببدا ان انا اطلع منها الهواء بالشكل ده كده. لو حسيت ان فيها تلزيقه ببدا ان انا احط على ايدي شويه من الزيت، وبتفرق معايا قوي خطوه الزيت دي على فكره. بصوا كده هم شويه، وببدا ان انا الم العجينه بيهم، تفرق قوي التركه دي، جربوها تفرق جدا جدا في ملمس العجينه، بتخليها ناعمه جدا معاكي. مسحه كده من الزيت خفيفه. بعد كده هبدا ان انا اقطع كور الحجم اللي انت عايزاه، بقى اعمل كور كده عاديه، صغري كبري الحجم اللي انت عايزاه. هعمل بقى كل الكمية عندي بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين قطعت الكمية بالشكل ده، هبدأ اخد اول كورة بدأت بيها، وببدأ ان انا افردها كده اهو، اي فردة كده. بصي بايدك بتتفرد. هجيب هنا جبنة، اي نوع جبنة، انا هستخدم رودس، رودس بقى اي نوع جبنة عندك، وابدأ ان انا احط كده معلقة في النص بالشكل ده كده اهو، وبعد كده هقفل عليها. شايفين هعملها كوره كده وهقفل كده، تمام. نجيب واحده تانيه واعمل نفس الفكره، هفرد كده، حط الجبنه، جبنه بقى دميكس، جبنه النوع ده، اي نوع عندك موجود حطي منه، متوقفيش نفسك. وابدا ان انا اقفل كده اهو، العجينه ما شاء الله بتتقفل معايا بسهوله وسهله جدا، وبتتفرد معايا بكل سهوله. هعمل بقى كل الكمية بالطريقة دي وارجع لكم. شايفين شكلت الكمية كلها وحشيتها جبنة بالشكل ده. هنا ببدأ ان انا افرك كده وبطط كده تبطيطة خفيفة، لان الجبنة زي ما شايفين بتبص كده لان انا مليتها شوية، فانت حاولي تقللي الجبنة الحشوة بتاعتك، وحاولي ان انت كمان تكبري الحجم بتاع الكور بتاعك. جبت هنا اي حاجة مدورة، غطا، اي حاجة، وببدأ اني احطها كده في النص، ادي كده علامة، انا مش بقطع، انا بدي علامة. بجيب السكينة وبقطع اربع تربع، ربع من هنا وربع من الناحية التانية، بس ما بجيش على الدايره اللي في النص، وربع من هنا وربع كمان من هنا، باجي على كل ربع اقطعه تاني على اتنين اهو كده، شايفين كل ربع كمان بقطعه على اتنين اهو بالطريقه دي. بدوس بقى على اللي في النص ده، شايفين، وباجي بقى على الطرف وبعمل كده، بلم كل طرف كده. طبعا الجبنه هنا طالعه مفيش مشاكل خالص، تعملي عادي اهو، تقفلي كل واحدة كده عشان تديكي شكل الوردة.
شايفة بقى المنظر اهي، هحطها في صينية تكون مدهونة زيت، ظبطها بايديا كده وانقلها على صينية تكون مدهونة زيت. نعمل واحدة تانية مع بعض اهو، نفردها نديها علامة في النص 4/4، حاول ما جيش على الخط اللي في النص كده، ربع يمين ربع شمال، وكل ربع بقسمه على 2. طبعا لو حجم الكورة اكبر من كده هيسهل عليكي كمان، دوس على في النص كده اهو بصبعي واعمل كده كل واحدة، شايفين هلمها كده هديها شكل الوردة كده اهو بالشكل ده كده اهو، برصها في صينية مدهونة زيت زي ما اتفقنا اهو وظبطها. هعمل بقى باقي الكمية اللي معايا وارجع لكم. شايفين رصيت بقى الصينية بالشكل ده، عايز اقولك شكلها حلو قوي بصراحة، في التصوير كمان عجباني قوي شكلها. هنا بقى بقيت ادوس كده على الاخرام اللي في النص، هنا عندك حبة بركة سمسم اي حاجة كده اديها كده شوية، هتدي شكل حلو قوي كمان. شايفين بقى المنظر، حبة صغننين كده، هي كمان خمرت معايا لان دي الصاجة الاولانية والباقي اهو، شايفين حلوة قوي. مش هقولك ان هي سهلة او بالنسبة لاول مرة هتعمليها هتبقى علة معاكي في التقطيع، انما بعد كده ايدك هتمشي فيها، اول واحدة هتبقى بالنسبة لك صعبة، التانية هتبدأي تلاقي ان ايدك مشيت فيها. شايفة بقى المنظر حلوة ازاي، طبعا قللي الجبنة كبري الحجم هيختلف معاكي برضو، يعني انا بقولك على كل التركات عشان تظبط معاكي، والجبنة برضو لما تقلليها مش هتطلع معاكي كده بالشكل ده. شايفين هنا بقى سمسم، حبة البركة، اي حاجة حابة تحطيها زي ما انتوا شايفين عملتها بقى بالشكل الحلو ده. بسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة، بعد كده بدخلها الفرن، ان هي بصوا بتخمر، ودي طبعا بدأت بيها اول صينية فخمرت عن ما كانت. هعمل بس تركة بعد الربع ساعة، ان انا هدهن الوش بزيت، انا مش هستخدم لبن، مش هستخدم بيض، مش هستخدم اي حاجة، هدهن الوش بشوية زيت عشان نخليها النهاردة اقتصادية خالص. هدهن الوش كده بشوية زيت، بعد كده بدخلها الفرن، بعد ما اخمرها ربع ساعة هدهنها بالزيت، بعد كده بدخلها الفرن، بدخلها على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، بسوي من تحت الاول، بعد كده بشغل الشواية تاخد لون. اهم حاجة ان انت تسيبيها تخمر ربع ساعة، بعد كده تدهني وشها بزيت، التركة دي مهمة جدا اوعي تنسيها. زي ما انتوا شايفين ده شكل المعجنات بتاعتنا بعد ما استوت، بصوا بقى عاملة ازاي، شايفين الجمال، حاجة كده بتتكلم عن نفسها. بصوا بقى المنظر، بصوا واو بجد، جربوها وقولي رأيكم فيها. ده كان فيديو النهاردة، يارب اكون قدرت افيدكم، واستنوني فيديو جديد ووصفة جديدة مع نينو.